اسمي موجودا على لائحة الموت، عبارة قالها جبران تويني منذ شهور وحقيقة عرفها خونا و هل يوقي الورقة؟ لحظة اسمي موجود على لائحة الموت، عبارة قالها جبران تويني منذ شهور وحقيقة عرفها وانطق الانفجار الذي أودأ اسمي موجود على لائحة الموت، عبارة قالها جبران تويني منذ شهور وحقيقة عرفها انتقد و الانفجار الذي أودى اليوم بحياة النائب جبران تويني العلم هذا مزبوط هي؟ ناجي هذا مزبوط هي؟ ليك ما تتفرج بلن بخلص تفرج تليفوني عم برن عم بيعمل هيدا لا بتجزين بجزين استنى يلا زيح شوي هيك عليا بعد ضرب وقفي هيك شوي جنبي بعد اوكي اثنين عم بيرنوا رد عليهم اثنينهم بليز حسنا طلعت هي؟ يا تجري هيك هيك تجريك كلك سوا ايه اوكي هي بالفنون الجميلة بجامعة تونس تحت الطاقة خلص بعد واحد ناجي وري لي الانفجار الذي أودى اليوم بحياة النائب جبران تويني العلم كان متميزا عن سابقاته من الانفجارات جهة التقدير حيث تزامن مع تقديم القاضي دكتور من التقدير اسمي موجود على لائحة الموت عبارة قالها جبران تويني منذ شهور وحقيقة عرفها خليك بقى خليك بقى وطن ما فيك تزيح هيك إذا بتريد بقى هيك يعني يا هيك هيك إذا بتريد طب بدنا نصور السيارة اللي وراك اللي انفجرة ما شو بنتي أكثر تزح ثانية يعني خلص 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 أرد الكاميرا ما عم بتردك أوكي ماشي زفري بس شو نحن نزكي زحوا معنا لا طعم هاي خلص لحظة خمس دقايق ثانية ولا ربع ثانية خلص زحتوا لكي هلا قلنا مزحتوا يعني انه لا يا يا ما تزيحوا لحدا او ما او زيحوا للكل شو بيصوروا صوروا طيب خلص شكرا فيكم زو حتى يتعلم ويحكي مع العالم ليك مش شغلتك تعلمني احكي مع العالم الو لا مش شايف حالك عم تحكي انا عم بشتغل شغلي وانت عم تشتغل شغلك سبا الو شو اصلا بدي امي ابا عندي ديدلاين يلا اخر يوم بس بشي بس دقيقة